السلام عليكم ورحمة الله، هذا عمر ديبان يحييكم فأهلا بكم. عندما تبحث في خرائط جوجل أو جوجل ماب عن فلسطين ماذا ستجد؟ ستجد مكتوب إسرائيل. والسؤال هنا كيف نستطيع أن نغير كلمة إسرائيل إلى كلمة فلسطين؟ في هذه الحلقة سنتعرف على هذه النقطة فأهلا بكم. أتتني روابط كثيرة تتكلم عن فكرة اللي هو تغيير الاسم من إسرائيل إلى فلسطين، ولكني لا أثق في هذه الروابط إلا بعد البحث والتمحيص، لأن بعضها تجمع المعلومات وهي غير صحيحة، أو أن بعضها يعني غير حقيقية. فلذلك ظللت أبحث، أتاني رابط وهو من موقع تشينج، وظللت أبحث عن هذا الموقع، وإذ به موقع مهم جدا للتغيير على مستوى العالم. هذا الموقع أنشئ عام 2007، رئيسه والرئيس التنفيذي هو بن راتاري، وهو مؤثر وحصل على جوائز عالمية على مستوى العالم. مقر هذا الموقع في أمريكا وله مبادرات كثيرة. موقع تشينج هذا اجتمع مع موقعين آخرين وشكلوا قوة كبيرة حول العالم. يزور هذا الموقع 450 مليون شخص. بإمكانك أن تبحث عنه في الإنترنت وتطلع على المعلومات. فكرة الموقع هذا هو نصرة الضعيف، وهو تجميع أصوات معينة للمطالبة سواء من منظمات أو من شركات للتأثير عليها والتغيير في العالم، استطاعوا من خلالها أن ينصروا أعداد كثيرة من المظلومين حول العالم. قام مجموعة من الشباب بعمل رابط يوجهون خطاب لشركة جوجل بتغيير الاسم من إسرائيل إلى فلسطين، وهذا الرابط يريدون أن يصلون لثلاثة مليون صوت، وصل الآن تقريبا أو تجاوز العدد 2 مليون صوت، ويريدون أن يخاطبوا جوجل بحيث أنهم يعيدون الاسم من إسرائيل إلى فلسطين. كان الاسم إلى عام 2013 مكتوب إسرائيل وكذلك مكتوب فلسطين، يعني اسم فلسطين موجود على الخرائط جوجل، لكن بعد ذلك بدأت الحكومة الإسرائيلية يرفعون لجوجل بعض الخطابات ويقولون لهم أن تسمية فلسطين هذا يزيد الصراع في فلسطين، فلذلك من أجل إحلال السلام لا تسمون فلسطين حتى تحل القضية. ولكن حتى توصل صوت لجوجل بإمكانك من خلال هذا الرابط أنك تصوت، خلال تجميع الأصوات هذه راح تؤثر على صناع القرار في شركة جوجل. كيف طريقة التصويت؟ سوف أضع لك أولا الرابط في الوصف، بعد ذلك تستطيع أنك تدخل وتصوت. بعد كذا راح تظهر لك شاشة تسجل كما هو موجود في الجهة اليمنى، بعد ذلك تدخل على التصويت. لما تدخل على التصويت راح يجيك انك تريد ان تشارك وتدفع مبلغ مالي او تريد انك تشارك الرابط. اضغط في الاسفل، اذا تبغى تدفع فلوس لا مشكله ادفع لكن بامكانك تضغط انك المشاركه، تضغط في الاسفل للمشاركه، بعد ذلك تنتقل تختار احد الروابط سواء على الواتساب او على انك تشارك الرابط مع اصدقائك. بعد ذلك راح يجيك في الاسفل اكمال للموضوع، تضغط عليه ثم تعتبر كذا صوت. هو التصويت عباره عن ثلاث مراحل. طبعا هذا الموقع هو مهم جدا لإيصال رسائل، أيضا فيه لقضية فلسطين والقدس مجموعة من الروابط والدعوات لرفع الظلم عن المظلومين في فلسطين. أتمنى أن يترجم هذا المقطع ليصل إلى أكبر عدد من المسلمين حول العالم. عدد العالم العربي أو اللي ينطقوا العربية تقريبا 300 مليون، ولكن عدد العالم الإسلامي 2 مليار بألسن مختلفة. يقول المثل: لئن توقد شمعة في الظلام خير من أن تلعن الظلام ألف لعنة. في الختام أدام الله بقاءكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.